تابعنا طبعا جميعا امبارح انه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه، وده كان لمتابعه الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحيه القوميه المختلفه، وايضا متابعه للوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا. وجه سيادته بمواصله برامج التوعيه وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشره في مختلف انحاء الجمهوريه، وايضا التيسير على الناس للحصول على الجرعات التنشيطية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الاجتماع من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وتوجيهات سيادة الرئيس بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم بلقاح كورونا، وأيضا الاستمرار في توفير الجرعات التنشيطية للمواطنين. لو حضرتك تطمننا على الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا، وهل اللي بيحصل ده استعدادات للمتحور أوميكرون وما يحدث في الصين وما يحدث في العالم؟ صباح الخير يا استاذ هدير، صباح الخير يا استاذ مصطفى، اهلا وسهلا. كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك كان اجتماع يعني مهم جدا مع سياده الرئيس. طبعا الموقف الحالي بتاع انتشار وباء كورونا، الحمد لله احنا في مصر الامور مستقره، عدد الحالات قليل، وبيتبعوا طبعا عدد الحالات اللي بتحتاج دخول المستشفيات او الرعايات المركزه او التنفس الصناعي. الحمد لله الموقف حاليا مسيطر عليه تماما في مصر. احنا بنستغل هذه الفتره دايما في مراقبه الوضع العالمي، لان طبعا الوضع العالمي يهمنا كثيرا، وخصوصا ودي نقطه انا عايز يعني اكد عليها، ان الوباء ما زال منتشر عالميا. يعني ما زال جنوب شرق اسيا، الصين، ويمكن اللي ظهر بقاله عده ايام كوريا الشماليه اعداد كبيره جدا، وبلاد اخرى كثيره فيها انتشار حتى الان. وطالما ان الوباء ما زال عالميا ومنتشر وفي رصد لحالات كثيره، احنا دايما الترصد والتراقب والملاحظه والمتابعه في منتهى الاهميه، واللي احنا بنسميه مراقبه الوضع الوبائي. طب معلش دكتور، حاله طبعا في منتهى الاهميه، حاله التباين اللي حاصله في الحاله الوبائيه عالميا، تفسير حضرتك ليها ايه؟ لا، هي دي متوقعه، ان ممكن يحصل تحورات. حتى منظمه الصحه العالميه بتتكلم على القلق ان الانتشار السريع والكبير في جنوب شرق اسيا قد يكون دي متحورات جديده من الفيروس. يعني فيروس كورونا نفسه موجود، انما زي ما بنسمع دايما هناك متحولات كثيره ومتجدده، وده متوقع تماما. يعني طول ما الفيروس موجود وبينتشر، وعشان يقاوم او يتهرب من المناعه البشريه او من التطعيمات اللي هي لقاحات، يعني هنجد تحولات كثيره. ده ليس جديد، هو كل الفيروسات كده الحقيقه. فاحنا بنترقب هذا. طب احنا على المستوى الفكره بقى، ان التحورات الموجوده اللي هو اوميكرون هايكل تي ده بيتميز ان هو سريع الانتشار، يعني بيصيب اعداد كبيره جدا او يعدي حالات كتير، لكن الحمد لله الاعراض بتاعته اعراض خفيفه. حتى الحالات القليله جدا اللي موجوده في مصر النهارده اعراضها تشابه تماما الانفلونزا الموسميه العاديه. طيب احنا كده يا دكتور، يعني هل هيبقى التطعيم معانا يعني سنوي، ولا هنكتفي بجرعه تنشيطيه ثالثه؟ وخصوصا انت حضرتك عارف ان طبعا ربما يعتقد البعض ان يعني الحكومه فتحت الاجواء شويه او خففت من الاجراءات، فان احنا يعني الموضوع خف، يعني برضو الوعي بتاع المواطن ربما يبقى هو الاهم يا فندم. اعتقد ان عمليه الوعي اكثر حاليا، يمكن مع انخفاض كبير في عدد الحالات الناس يعني بتقلل شوية استخدام الكمامات أو الماسكات، بتقلل شوية أو ما زالت فتحت شوية موضوع التجمعات البشرية. لكن أنا رأيي أن أنا هجاوب سيادتك على موضوع الفيروس هيبقى نوعه إيه أو التطعيم، إنما أنا رأيي أن احنا يجب أن تكون يعني سلوكياتنا أو طريقة تعاملنا استخدام الوقاية بصفة عامة حتى بعد ما يختفي الفيروس. صحيح. ليه بقى حضرتك؟ لان هناك امراض وبائيه اخرى، احنا كل يوم بنسمع. صحيح. ودي نقطه برضه ناقشت امس مع سياده الرئيس، ان في امراض وبائيه اخرى موجوده في العالم،
يعني ناقشنا موضوع الالتهاب الكبدي الوبائي الموجود في بعض البلاد، الحمد لله احنا ما عندناش، لكن ده وباء اخر وقد يكون فيروس ثاني. ناقشنا برضو ودي نقطه مهمه قوي، ان حمله اللقاحات او التطعيمات اللي بتقوم بها الدوله والحقيقه بتصرف فيها مبالغ طائله. مثلا على سبيل المثال الحمد لله احنا ما عندناش حالات شلل الاطفال، لكن في حملات تطعيم بيعلن عنها سنويا، وحضراتكم استاذ مصطفى بتعلنوا عنها في وسائل الاعلام، يجب ان نستمر في هذا. كل دي الحقيقه فنم وسيله لحمايه المجتمع وزياده مناعه المواطنين. يجب ان نصاحبها ايضا، يعني احنا الطريقه اللي بنتعامل بيها نخفف من حده احتماليه انتشار بعض الامراض. التطعيم حاليا احنا الحمد لله يعني، وده نقطه اخرى مهمه واكد عليها سياده الرئيس، احنا عندنا الحمد لله وده كرم كبير من ربنا وجهد يعني الحقيقه مضني، سواء مضني من الاتصالات او الدعم السياسي او توفير الاموال او تاكيد دائما سياده الرئيس والحكومه على ان الطعوم او اللقاحات تبقى متوفره، وهي فعلا متوفره. احنا عندنا كميات ضخمه جدا من الطعوم، سواء الاحتياطي اللي موجود عندنا او في تدفق لهذه اللقاحات. انما لحد دلوقتي في نقطتين يا استاذ مصطفى. اتفضل. احنا عندنا بندي الجرعه الاولى والثانيه من اللقاحات فيها جرعتين، في نوع واحد بيتاخد جرعه واحده. وبنؤكد ان لازم الناس تاخد الجرعتين. احنا الحمد لله يعني عدد او كميه اللقاحات التي اعطيت في مصر حاليا تخطت ال 85 مليون جرعه. لكن عندنا كمان بندي لازم الناس تاخد جرعتين في الطعوم اللي فيها جرعتين او جرعه واحده. عدد الناس اللي تم تطعيمهم عدد كبير جدا، ويمكن قربنا من 40 مليون، وده كان هدف لنا. وايضا الحاجه الثانيه المهمه اللي سيادتك قلتها، ان في بعض الفئات خدت الجرعه المعززه او الجرعه الثالثه. ليه بقى حضرتك؟ لان بعد الجرعتين بفتره زمنيه معينه التأثير القوي بتاع الحماية بتاعة اللقاحات بيبدأ يقل. عشان كده الوزارة والدولة الحالات الناس اللي هم فوق 60 سنة إلى كبار السن، يعني اللي عندهم أمراض مزمنة، اللي عندهم أمراض مناعية، الكوادر الطبية، كل دول بياخدوا الجرعة التي تسمى الجرعة الثالثة أو المعززة. أرجع تاني لسؤال حضرتك، طب هيبقى روتيني؟ لما ينتهي الوباء ويبقى الفترات الزمنية البينية اللي احنا مستعدين ندي فيها جرعات منشطة او معززة، اعتقد ان هذا الفيروس هي مجموعة فيروسات كورونا، عشان بس حضرتك تبقوا عارفين هي فيروسات معروفة. يعني احنا عارفين طبيا ان في سلالة الكورونا دي من ضمن السلالات التي تؤدي الى التهابات الجهاز التنفسي. لكن هذه السلالة اللي موجودة حاليا واللي بدأت في نهاية 2019 وموجودة عندنا وموجودة في العالم كله، هذه سلالة جديدة وتحولت إلى وباء عالمي. احتمال بعد ما تنتهي الوباء عالميا تماما أن يبقى الجرعة دي زي الإنفلونزا الموسمية، تبقى نوع من التطعيم الروتيني السنوي أو النصف سنوي حسب الظروف، وقد يؤخذ فقط لبعض الفئات، يعني مش ضروري الناس كلها. صحيح. بعد كده، لكن دلوقتي احنا مستمرين، وارجو ان حضراتكم معايا تدعو الناس الى الاستمرار في عمليات يعني استخدام، لانه ده يا دكتور كمان حاله التطعيمات اللي حصلت والعدد الناس اللي اتطعمت هو اللي ادى بينا لانخفاض حالات الاصابه للشكل ده. عايز اروح مع حضرتك لجزء اخر، لان حضرتك يا استاذه هدير التطعيم بيساعد في الحمايه. صحيح. بيساعد في الحمايه المجتمعيه، ودي مهمه جدا. ويمكن الهدف الاساسي والرئيسي للتطعيم او اللقاح انه يقلل شده المرض، ودي مهمه جدا، عشان كده الحالات الشديده قليله جدا. ونمره اثنين ودي الاهم، يقلل دخول المستشفيات. ونمره ثلاثه يقلل الوفيات بدون شك. صحيح. بكل تاكيد. طيب دكتور محمد، عايز اروح مع حضرتك لنقطه اخرى، واهتمام السيد الرئيس وتوصيات سيادته بالمبادرات الصحيه القوميه المختلفه، وعلى وجه التحديد كان في هناك توصيات بانهاء قوائم الانتظار. طبعا انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ كبير، احنا من احسن دول العالم. انا مش يعني ناس يمكن ساعات ما بتصدقش الكلام ده،
احنا من احسن دول العالم في التعامل مع الحالات الحاده والعاجله وقوائم الانتظار. في بعض البلاد يعني المتقدمه جدا الحاجات اللي احنا بنسميها الحالات البارده اللي هي يعني تقدر تستنى ممكن تقعد 18 شهر. زي مثلا عنده كاتاراكت، زي المفاصل، زي الفت، الحاجات كده. قائمة الانتظار كان فيها الافات من الناس. هقول لحضرتك لغايه امبارح او الاسبوع اللي فات الدوله قدمت لملايين من الناس العلاج سواء الجراحي او التدخلات الطبيه او الوسائل التشخيصيه او اعطاء الادويه لملايين الناس. لغايه الاسبوع اللي فات كان ما تكلفته الدوله في هذا 10 مليارات جنيه. 9.9 مليار جنيه. جميل. فحضرتك دي توصيه او توجيه من سياده الرئيس وفعلا بينفذ. وكان امبارح التوصيه المهمه جدا استكمال هذه الحملات للقضاء على قوائم الانتظار. صحيح. والحكايه ماشيه فعلا. والتوصيه الثانيه ان احنا بنستفيد من كل القدرات الطبيه والاماكن التي تقدم الخدمه سواء في مستشفيات وزاره الصحه او في المستشفيات الجامعيه وهي عندها امكانيات هائله في مختلف المحافظات. صحيح. او في حتى في القطاع الخاص. احنا دوله ومتكامله وكل حته بتقدم خدمه نقدر نستفيد بيها سواء تشخيصا او علاجا مع الكوادر البشريه فنستفيد بهذه الخدمه للقضاء على قوائم الانتظار. يعني هناك تنسيق يا دكتور ما بين القطاع الخاص والحكومه؟ كل ما الشركه بتقدم خدمه بتطلع حاجه جديده. وهكذا. ده طبعا بالاضافه الى وسائل العلاج الاخرى. يعني التامين الصحي بيقدم خدماته. حضرتك التامين الصحي الخاص في بعض الجهات بيقدم خدماته. التامين الصحي الشامل بدا يقدم خدماته. فكل دي يعني الحقيقه تشهد المنظومه الصحيه خدمات كثيره جدا. واضيف لحضرتك تاني حمله 100 مليون صحه في اكتشاف بعض الامراض المزمنه او الجينيه او الخلقيه بتساهم كثيرا جدا. اولا في علاجها رفع عبء شديد جدا لمعاناه الاسر وايضا عن المرضى. وفي كل حاجه التدخل في مرحله مبكره بدون شك بيقلل المشاكل والمضاعفات واستمرارية المرض. صحيح. طب عايزين ننتقل لنقطة تانية يا دكتور. مدينة الدواء ايه دورها؟ هل متوقع ان احنا نصدر يعني مشروع قومي ربما سيادة الرئيس يعني ألمح ليه أكتر من مرة وفي يعني أنباء كتير عنه؟ وأعتقد إن هو يعني الأمل الناس كلها بتتكلم في الصناعة وإحنا كمان متقدمين جدا في صناعة الدواء. هل مدينة الدواء دي ممكن تعمل طفرة طبية ويبقى اسم مصر يعني في المنطقة أو في العالم مرتبط بهذه الصناعة؟ طبعا. طبعا حضرتك قلت نقطة مهمة. يعني شركات الدواء في مصر أو مصانع الدواء مهما كانت جهة تبعيتها احنا عندنا مصانع مصريه 100% استثمار حكومي، عندنا مصانع خاصه، عندنا مصانع لشركات متعدده الجنسيه موجوده في مصر. صحيح. وفي طبعا عندنا هيئه الدواء المصريه ووزاره الصحه والجامعات كلها بتساهم في دعم هذه المؤسسات. اكبر يعني دليل على فائده هذه الشركات هو ما قدمته اثناء ازمه كورونا. احنا جينا استاذ مصطفى في مرحله من المراحل في كانت العالم بدا يقفل شويه. صحيح. وكانت سلسله الامدادات تاثرت. هذه الشركات او هذه المنتجات الدوائيه ساهمت مساهمه شديده جدا في توفير كل انواع الادويه اللي احنا احتجناها في علاج حالات كورونا سواء الحالات البسيطه او المتوسطه او الشديده. مدينه الدواء مدينه رائعه ومدينة دواء لمصر والعالم. وسيادة الرئيس ما اعرفش حضرتك تفتكروا افتتح هذه المدينة. صحيح. وبدأت انتاجها فعلا ومنتجاتها نزلت فعلا. انما المدينة دي ليها اهداف اخرى مهمة جدا. مهمة لمصر، مهمة لافريقيا والشرق الاوسط، مهمة للعالم كله. بدأت المدينة والسيادة الرئيس كان وجه بهذا وبدأنا فعلا في هذا النشاط. تتوافق مع مؤسسات عالميه لانتاج ادويه حديثه جدا اللي بتعتمد على التكنولوجيا الحيويه. وبدانا نفكر في انتاج بعض المواد الخام الدوائيه، انتاج ادويه الاورام،
بدأت تنتج فعلا المحاليل الطبية اللي المرضى بيحتاجوها. كل دي حاجات مهمة جدا وبدأت توافق فيها. بدأنا أو المدينة بدأت في يعني، وأنا متابع جدا في هذه القضية وست الرئيس واجه بهذا، إن احنا نتوافق مع شركات عالمية عملاقة عشان ننتج بعض الأدوية اللي احنا بنسميها أدوية نادرة أو الأدوية يعني عالية التقنية. هتبقى سند قوي لمصر في كل الظروف، هتوفر استيراد، هتعمل امان دوائي. وايضا احنا عندنا من 5-7 يونيو ان شاء الله في مؤتمر مع الدول الافريقيه دوائي وتجهيزي، عشان يعني في نوع من التكامل مع افريقيا، لان وجود سوق لهذه الشركات او المنتجات في منتهى الاهميه، واحنا اولى كمان. بالظبط كده، بالظبط. ده جزء الامان. يعني حتى في الاول سيادة الرئيس قال مش هنعمل ارتباط قوي بما يسمى الكوست بنفيت، يعني انت بتكلف قد ايه وعفروض تبيع قد ايه، لان في قضيه الدواء يا استاذ مصطفى استاذ هدير، انت بتنتج قد ايه وانت محتاج قد ايه. صحيح. والجزء المالي للتكلفه يحتاج انك تسبق قد ايه. فالفكر هنا فكر استراتيجي عالي جدا، بيحقق امان محلي، امان افريقي، امان شرق اوسطي، وايضا عالمي. عايز اسال حضرتك كمان يا فندم عن مشروع تصنيع مشتقات البلازما، بلازما الدم، وصل لايه؟ وصل لمراحل مهمه جدا. انا بس عايز اقول لكم شوفوا قد ايه البلد بتسعى في جميع الاتجاهات وفي جميع الاوجه للمصلحه المحليه، لتدعيم الصناعه المصريه، لتدعيم الامن في مختلف المجالات بما فيها الامن الدوائي والصحي. مشروع تجميع البلازما وصناعه المشتقات المستخرجه منها، وهي مشتقات عاليه الاهميه لبعض حالات المرضى، توفرها في منتهى الاهميه، امراض خطيره. صحيح. جدا، وكنا بنستوردها مش بالملايين، بالمليارات. حضرتك المشروع في حاله تقدم كبير جدا، تم الاتفاق والتوافق فعلا مع احدى الشركات العالميه العملاقه، المصنع بيتعمل خلاص، بيتعمل يعني بدا البناء فعلا. مراكز تجميع البلازما اتعمل جزء منها وخلص وبدا يجمع، وفي مراكز اخرى، وان شاء الله نسعد يعني قريبا. طيب. اعتقد خلال هذا العام ان شاء الله بورود اول تصنيع لمنتجات عاليه الجوده معتمده عالميا لمشتقات البلازما في مصر. يعني المشروع فعلا بيشتغل بكل تأكيد. بنشكر حضرتك الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على وجود حضرتك معنا دلوقتي.